ليلى دي متعبة في كل حاجة، كل حاجة في حياتها صعب، حمل صعب وولادها صعب، في واحدة بتقعد تولد كل ده عشان تجيب طفل. ادعي لها بس تقوم بسلامة. يا رب. عاجبك الكلام اللي احنا سمعناه ده؟ قلت لك استني في البيت كل حاجة، ولا انا هولد في التليفون؟ لا طبعا، ليلى صاحبتي جدا وانا ما اقدرش اسيبها وهي بتولد. يا نادية ارجوكي اقعدي استريحي شويه، بلاش الوقفه دي، دي لازمتها ايه يعني؟ بقول لك يا سامي، لو انت اللي تعبان روح والنبي، ما توترنيش عشان انا متوتره خلقه، مش شايف ليلى بتولد بقالها قد ايه؟ ابعد عني والنبي، سيبني في حالي انا روحي في مناخير. راحتك. على فكره يا جماعه، انا كلمت مامه ليلى وجهزت كل حاجه وجايه في الطريق. تعالي نقعد في اي مكان وهم هيخلصوا ويكلمونا. دي بتولد. دورنا بسرعه، بالراحه بالراحه عليها، بالراحه عليها، ادخل بسرعه بسرعه. يا رب. ايه ده يا الولاده كده؟ لا سامي سامي، انا مش عايزه اولد يا سامي، مش عايزه اولد، انا خايفه. خير ان شاء الله. يا رب. ايه هتولدي؟ هتولدي؟ ايه يا جماعه؟ تعال تعال هات الفل. سلامه يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. اول ما تجيب بنت هسميها ميران. ايه ميران دي؟ لا طبعا، لو جابت بنت هسميها نجيه. ايه نجيه دي؟ نجيه ده اسم راح عليه خلاص، ده قديم قوي. بطلوا بقى وادعوا لهم يا رب. ايه مين؟ ليلى؟ مين جابت ايه؟ اتفضلي حضرتك. ليلى بنت زي القمر. لا بجد صحيح؟ مبروك، الحمد لله بنت، الحمد لله بنت. والنبي والنبي. ايه؟ دينا ولا عايزك؟ دي ناديه، ناديه انا بابا عاوزاك. حاضر. مدام دينا. ايه؟ ناديه عايزاك. لا انا جيت الاول. حاضر حاضر. روح بسرعه. ايه بس؟ ممكن ندخل اكيد معاك.